ومعنا من أبو ظبي رئيسة الوحدة العربية في مركز التراث العالمي التابع لليونسكو ندى الحسن. أهلا بك سيدة ندى معنا في سكاي نيوز عربية. يعني تابعنا أهداف عديدة لهذا المؤتمر ومقررات ونتائج، قراءتكم لهذا المؤتمر بالإجمال. نتائج المؤتمر كانت إيجابية جدا، لأن المؤتمر جمع الرؤساء، رؤساء الدول، وجمع المؤسسات الثقافية في العالم أجمع، وأدى إلى نتيجة كبيرة، وهي إنشاء، وهي أولا وآخرا مثل ما قال سموه، تكاتف العالم لحماية التراث في العالم أجمع، التراث المهدد بالنزاع وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء ملاذات لحماية التراث المنقول. طيب نتحدث اليوم عن تراث، عن التراث. هذه هي النتائج الرئيسية. نعم، طيب نتحدث اليوم عن التراث المهدد في المناطق التي تخضع ربما لهزات أمنية أو لحروب، كيف يمكن تنفيذ هذه المقررات على أرض الواقع؟ نعم، هذا المؤتمر نظر إلى كل الخطط التي ممكن تنفيذها قبل النزاعات، خلال النزاعات، وبعد النزاعات. من الصعب جدا العمل في الدول التي تشهد حروبا حاليا، لكن من الممكن العمل على منع الإتجار بالآثار المسروقة، لأنها تسرق وتؤخذ إلى البلاد المجاورة وإلى الأسواق العالمية السوداء. لذلك ممكن العمل على عدة مستويات، وممكن بناء القدرات، وممكن تحضير إعادة البناء خلال النزاعات. طيب هذه ربما الخطوات التطبيقية، هل سيكون هنالك أيضا من خطوات ربما توجيهية وإرشادية؟ هل سوف يكون هنالك ندوات معينة تقام في الدول لتوعية المدنيين على ضرورة المحافظة على هذا التراث؟ طبعا إن هذه الأعمال التوعية أو جهود التوعية قائمة منذ سنوات، واليونسكو تعمل ولا تكل بعملها على توعية الرأي العام وتوعية المسؤولين وتوعية رؤساء الدول وإلى آخره، جلب اهتمام الجميع على مسؤوليتهم في حماية التراث الثقافي. واليونسكو أطلقت حملة اسمها Unite for Heritage، أو متحدون للتراث، وهي حملة توعية للشباب العربي أولا والعالمي ثانيا، للتكاتف لحماية تعدد الحضارات وتعدد الثقافات ومسؤوليتنا جميعا لحماية تراثنا. نعم، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولون تحدث عن صندوق لجمع التبرعات من المانحين بقيمة 100 مليون دولار، وتحدث عن تبرع لفرنسا بقيمة 30 مليون دولار. لو تحدثين قليلا عن هذا الصندوق وأهدافه. نعم، أولا هذا الصندوق يعبر عن آلية تجسد تكاتف المجتمع الدولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر لأسباب النزاع. إذن له أولا وآخرا قيمة معنوية كبيرة جدا للبلاد والشعوب التي تشهد حروبا دامية حاليا. ثانيا، هذا الصندوق سيساهم في كل مجالات حماية التراث قبل النزاعات، خلال النزاعات، وبعد النزاعات، وخطة عمله ما زالت قيد التحضير، واليونسكو شريك كبير لتنفيذ آلية عمل هذا الصندوق، وأهدافه سوف تكون عملية، وسوف تتطرق أيضا لبناء القدرات، لتحضير، لحماية المتاحف من النزاعات، لحماية المواقع التاريخية وإعادة تأهيلها، وحماية المؤسسات وتقوية قدرات العاملين فيها. إذن سوف يساهم هذا الصندوق في استراتيجية عمل متكاملة، واليونسكو تقوم على تحضيرها مع دولة الإمارات وفرنسا والدول المعنية.
طيب سيدة ندى، تحدثي عن التراث ما بعد النزاعات، هل هنالك من خطط عملية واضحة؟ يعني نتحدث اليوم عن أن هنالك معركة جارية لمحاربة داعش واستعادة الموصل، هل ربما هنالك خطط للتراث في الموصل هو الذي أيضا هدم وتعرض لانتهاكات فادحة؟ طبعا، وإعادة تأهيل التراث التاريخي هي إعادة تأهيل للمجتمعات التي تأثرت من النزاعات. إذن إعادة التأهيل هي ليست فقط عملية فنية، ولكن هي عملية اجتماعية، عملية تأهيل عامة لمجتمع ما، وعملية ربط بين أطراف النزاع، وعملية تبادل و يعني خلق جو من الأخوة مرة ثانية. إذن علينا أن ننظر إلى عملية التأهيل ليس فقط من نقطة فنية بحتة. اليونسكو تعمل ضمن لجنة التراث العالمي على إطار فني يعطي يعني فينا نقول مثل قوانين أو إرشادات لكيفية العمل في المواقع الأثرية التي هدمت. بما أن مواقع الأثرية في الدول العربية قد تعرضت لتدمير متعمد في الكثير من الأوقات، فنحن أمام موضوع أيضا رمزي كبير. طريقة تعاملنا مع المواقع التاريخية سوف يمس بهوية الشعوب ورمزية عملنا فيها. نعم، إذا كنت معنا من أبو ظبي رئيسة الوحدة العربية في مركز التراث العالمي التابع لليونسكو ندى الحسن، شكرا جزيلا لك.